مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس أكد أن العملية الإنسانية التي أطلقتها المملكة المغربية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف رسمت البسمة على الوجوه مع مطلع هذا الشهر الفضيل، وتعتبر أول اختراق إنساني عن طريق البر. نستمع إلى رائد النمس في هذا الاتصال الذي أجراه معه رضا كريفي. يعني هذه المساعدات ستساهم إلى حد كبير في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم، لا سيما مع النقص الحاد في المواد الإغاثية والغذائية وحتى الطبية. يعني من المقرر أن تصل المساعدات المغربية صباح هذا اليوم بعد أن تأخرت جراء الإجراءات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم. يعني لطالما كانت المغرب إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المراحل وفي شتى الميادين، نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني نرحب بأي جهود من شأنها دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجات العدد الكبير من النازحين في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل. كما نثمن جهود المغرب ملكا وحكومة وشعبا في هذا الصدد.